النهارده كان في شبوره عاليه جدا على الطرق، وكان في يعني تقريبا ما كناش شايفين الطرق، المحور كان مغلق لفتره طويله. من الواضح ان بكره وبعده الوضع كده. ده صور طريق مصر اسكندريه النهارده، المرور اضطر يقفل شارع 6 محور 26 يوليو وطريق مصر اسكندريه الصحراوي. الارصاد بتقول ان بكره وبعده في شبوره، نرجو كانوا قالوا ان هو الخميس والجمعه، ولكن من الواضح انه في شبوره عاليه. نرجو من كل المسافرين يعني المتنقلين عبر الطرق السريعه ان هم ياخدوا بالهم وتوخوا الحذر، ولو ما عندكش سفر اضطراري يا ريت ما تسافرش لان الشبوره عاليه جدا.